بسم الله العلام، باعث الرحمة ومنزل النور، وتبارك وتقدس يوم أن أقسم بالقلم مخلوقا مطواعا إلى يومئذ. أهاب بالعلم والعلماء تشريفا، ورفع الذين أوتوه درجات علا، ثم له المحامد تترى. بالأستاذ الدكتور باسم باقر الجير الذي رعى هذا الاحتفال واحترم هذه اللحظات العلمية الخالدة. كنت أتحدث مع زملاء التلفزيون أقول إنها فرصة تاريخية لأن نلتقي مع هكذا أبناء اليوم ليستمع أبناءنا الطلبة وأخواننا التلفزيون إلى المعلومات القيمة التي ستنطلق من سماحة السيد أحمد الحسيني الأشتوري حول نظرة في فهرس التراث والتحقيق. فلنستمع إلى سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الأشتوري، وليتفضل مشكورا بإلقاء محاضرته مستقبليه بالصلاة على محمد وآل محمد. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكلمات التي تفضل بها الأخ العزيز ربما تكون بعضها فنوع من المبالغة، وإلا أنا لست أهلا لما أفاض علي الأخ الكريم، ولكن على كل حال أنا في بهجة أن أجتمع مع الأعزة بصورة عامة أساتذة وطلاب، وليس لدي شيء جديد في عالم التراث والتحقيق، ولكنه نموذج من التجارب التي استحصلتها طول العمل في هذا الشأن. التراث بصورة عامة تطلق مصطلح يطلق على ما خلفه الجيل الماضي للجيل الآتي، ويجب على الجيل الآتي أن يهتموا بما ورثه الجيل الماضي، ونحن إذ نقوم بما نقوم به تقديراً للعلم وما ورثه السابقون لنا، ونرجو أن نتمكن لإحياء جانب من أتعابهم للجيل الذي سيأتي إن شاء الله. التراث الإسلامي بصورة عامة والتراث العربي بصورة خاصة في دنيا المكتبات في كل مكان غرباً وشرقاً تراث كبير جدا، ولكن أعتقد أنه غير معتنى به كما ينبغي حتى الآن. ومن الطبيعي أصبحت فد نوع حركة خاصة بالنسبة إلى إحياء التراث في مختلف البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، ولكن هذه الحركة ليست بالمقدار المطلوب، وأسأل الله تعالى أنه النشاطات الشابة تعمل أكثر فأكثر حتى هذا التراث ينمو ويظهر ويستفيد شعوبنا يستفيدون منه. أنا قبل 50 سنة تقريبا أو أكثر من 50 سنة بدأت بالعمل في التراث،
البدء في العمل في التراث لم يكن من الجانب المادي، ولم يكن لكسب عنوان خاص أو شخصية خاصة، وإنما الشعور بالحاجة في هذا المجال. وفي الوقت الذي أنا عملت وخاصة بالفهرسة في النجف الأشرف، كان هذا العمل لا يعتبر عليا أصلا، ولا يعتبر الشخص العامل في هذا المجال من الحوضويين، ولكنه أنا شعورا بواجب العمل في هذا المجال تركت كل شيء، وعلى كل خصصت الأوقات كلها في هذا الموضوع. من الأشياء المهمة أنني سافرت إلى كثير من البلدان، وأسست في قم مؤسسة كبيرة لتصوير المخطوطات من مختلف الأمكنة، وإلى الآن الحمد لله بالعالمين صورنا في هذه المؤسسة أكثر من 100,000 نسخة مخطوطة، وجمعنا أيضاً أكثر من 12,000 نسخة مخطوطة. والطريقة المتبعة في هذه المؤسسة تيسير الأمر للمحققين، طبعاً أكو أعمال جانبية أخرى، لكن العمل المهم عندنا تصوير المخطوطات وجمع المخطوطات نفسها. الشيء المهم في نشر الثقافة فهرسة المخطوطات أولاً، لأنه أنا أعتبر هذا العمل مفتاحاً للثقافة. ما يمكن إنسان يطلع على الثقافة القديمة إلا بالفهرسة، فبدأت بالفهرسة أولاً قبل ما أعمل في تحقيق النصوص والكتب. والحمد لله رب العالمين، الآن الفهرسة منتشرة في جميع أنحاء العالم. الشيء المهم أنه في إيران خزانة كبيرة جداً للمخطوطات، ولكن هذه الخزانة غير معروفة أصلاً، لأن الفهارس التي كتبوها الإيرانيون كلها فارسية، ومعنى هذا أن إخواننا العرب بصورة عامة والمستشرقين كما رأيت في جامعات أوروبا غير مطلعين على اللغة الفارسية، لأن اللغة الفارسية لغة محدودة في منطقة محدودة. وفي مؤتمر في مشهد تحدثت عن أهمية اللغة العربية، وأنه يجب لنشر الثقافة التي عندنا كمسلمين أو شرقيين، يجب أن نعرف العربية وأن نتكلم بالعربية ونكتب بالعربية، وإلا لم يكن لنا موقع محترم في الثقافة العالمية. اللغة العربية بلا شك هي لغة عالمية، وجميع من ينتمي إلى التراث بشكل من الأشكال يجب أن يتحدث ويعرف هذه اللغة ويستفيد من التراث الموجود بهذه اللغة. وعندنا في إيران كثير من الكتب المهمة، ولكنه لم يطلع عليها أحد لأن الفهارس فارسية. أنا بدأت بعمل باللغة العربية، يعني الفهرسة باللغة العربية، وأول فهرس كتبته بالعربية فهرس في 6 مجلدات بعنوان التراث العربي
في مكتبة آية الله المعر، وكان هذا العمل في بداية الإصدار له موقع ممتاز، وحتى أن الأستاذ الدكتور سهيل ذكر كتب في رسالة أن فلان سيكون بهالمعنى، أن فلان سيكون جسرا بين اللغة العربية واللغة الفارسية. ولكنه العمل استمر حتى أصدرت كتابا بعنوان التراث العربي المخطوط في مكتبات إيران العامة، وهذا الإصدار إن شاء الله سيكون أول مرحلة لهذا العمل، لأن العمل كبير جدا. والصادر الآن في الطبعة الأولى 14 مجلد، ومن الطبيعي أن نستمر في هذا العمل. هذا يكون نموذج لفهرسة المخطوطات العربية بشكل موحد وعام، لأن الفهارس المبعثرة الإنسان لا يتمكن أن يطلع عليها كلها، ولكنه هذا العمل إذا استمر سيكون دليلا ميسرا للمراجعين. إجمال الطريقة اللي أنا تتبعت في هذا الموضوع أنه الكتاب يعنون ثم يكتب إلى جانب عنوان الكتاب الموضوع حتى يتبين أن الكتاب في أي موضوع، ثم التعريف بالكتاب حتى لا يكون شيئا مجهولا، المراجع يعرف أن الكتاب في أي حدود، لمن ألف وكيف ألف والتاريخ المؤلف والأبواب الموجودة في الكتاب وأمثال هذه المعلومات الضرورية طبعا في المقدار الضروري. ثم النسخ الموجودة عندنا في إيران على الترتيب الزمني، يعني النسخ الأقدم فالأقدم تلك أولا ثم تتبع تاريخيا. وأهم الأشياء الموجودة في هذه النسخ يعني اسم المكتبة التي تحوي الكتاب والرقم، ثم اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكان النسخ إذا كان مذكورا في النسخة، ثم الأشياء المهمة يعني إذا كانت النسخة مصححة أو بخط المؤلف أو عليها بلاغ أو فيها إجازة من المؤلف أو أحد العلماء الكبار. ثم مقدار الكتاب كم مرة كم كذا، هذا العمل البطاقات التي كتبتها أنا بيدي لأنني لا أعمل بالكمبيوتر، البطاقات التي كتبتها في هذا المجال 32,000 بطاقة وانطبع في 14 مجلد والعمل مستمر. الشيء المهم اللي أحب أنه أتحدث كيف نتمكن أن نكون محققين صادقين في عملنا، وكيف يمكن طي المراحل العملية في هذا المجال. أعتقد أنه أول شيء يجب أن يعرف المحقق تكون له سابقة في الكتاب الذي يريد أن يحققه، سابقة من حيث الموضوع، مثلا يحقق كتاب في الفلسفة أو في الأدب أو في الشعر أو في كذا، تكون إلى سابقة معرفة في نفس الموضوع حتى
يكون التحقيق دقيق جدا. ثم الصبر، وأنا أحب نموذج من التجارب اللي عندي بعض الأحيان أذكر، لا أريد بذكر هذه التجارب أعرف نفسي، وإنما تجارب حتى يعرفها الآخرون كيف يجب أن يكون المحقق. كنت أصحح في بدايات عملي كتاب مجمع البحرين للشيخ الطريحي رحمه الله، كان في أحد المواد اللغوية في هذا الكتاب إشارة إلى موضوع من أحد المصادر القديمة، والكتاب ما مطبوع إلا طبعة حجرية قديمة في قطع رحلي. أحببت أن أجد هذا النص حتى أسجل أنه المصدر كذا صفحة كذا. عند المغام كل ما دورت موقف، فاضطريت على أن أقرأ الكتاب كله حتى أصل إلى النتيجة، فإذا في الصفحة الأخيرة هذا الموضوع موجود، يعني حوالي 400 صفحة حجرية كبيرة وبالكتابات القديمة. اضطريت على أنه أقرأ الكتاب كله، ليش؟ حتى أجد هذا الموضوع المشار في كتاب مجمع البحرين هوين. فالإخوان الأعزاء والأخوات، إذا دخلوا في هذا المجال يجب أن يوطنوا أنفسهم على الصبر، وإلا ما يكون محقق. ثم التجربة، وأنا بعض الأحيان أذكر قصة ربما هم ذاكر في مكان آخر، تجربة عملية ولا يتسرع الإنسان. جاءني أحد الأشخاص وذكر على أنه اتفقت ويا فلان أن أحقق الكتاب الفلاني، واتفقنا أنا وصاحب المكتبة أن تكون أنت حكما للمقدار الذي آخذ على أجرة على العمل. قلت الكتب تختلف في عملها، بعض الكتب صعبة تحتاج إلى طول الزمن أكثر، وبعضها سهلة، فأنت فنموذج من العمل تجيب لي. العمل كان بعدة جهات اللي غير صحيحة، لكن المهم في بداية الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وبه تفنى. سألت الشيخ شنو معنى وبه تفنى، فبدأ يذكر فت أشياء عجيبة غريبة. قلت لا، بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. القدامى كانوا بعد البسملة ربما يضعون هذه الكلمة، ولكن الكلمة في النسخة ليست منقوطة، فهو لم يكن لديه ثقافة كافية بالنسبة إلى فهم العبارة، وليس لديه تجربة، فقرأ وبه ثقتي وبه تفنى، فهذا لا يكون محققا ولا ينجح في عمله. وأنا أرجو المعذرة لأنني على طريق الاختصار أحسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مستعد أيضا إذا أكون نقب أستمع إلى النقب. شكرا جزيلا لسماحة حجة الإسلام المسلمين السيد أحمد الحسيني على ما فاض به من خبرته الطويلة في مجال فهرس التراث والتحقيق، وكان قد جاش في نفوس الحاضرين شيء من الأسئلة والاستفسارات
أو التساؤلات لسماحة السيد فمجال الحديث مفتوح إن شاء الله للإستفادة والإفادة من المعلومات القيمة التي طرحها السيد الحسين. دكتور أخوات الباقر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نحن نستقبل المركز الذي أسسته في قوم لإرصاد المحققين، ونحن نستقبل أيضا أي محقق من أي مكان يكون لنكون في خدمته. هذا ما فيه مشكلة. وأما بشكل دورات طبعا عندنا أيضا بعض من له خبرة في العمل ويمكن أيضا وضع دورات وما في مانع. السؤال هل يعني المرأة هل شاركت في التحقيق؟ اي عندنا كثير من النساء في إيران أيضا عملوا في التحقيق، لكن طبيعي بالنسبة إلى الرجال أقل. وعندنا كثير من المؤلفات المؤلفين والمؤلفات النساء، وبعض الكتب اللي أنتجوها النساء كتب محترمة يشتركون هناك النساء والرجال، ما في مانع. حتى في المؤسسة اللي عندنا أيضا تأتي الطالبات كثير ويحتاجون إلى نسخ مخطوطة ومصورات كذا، ما شنو مطلوب. بل تفضل دكتور. طبعا نرحب بسماحة السيد كبير في هذا المجلس، أيضا أفادنا في هذه المعلومات شيء كثير، بس لا بأس لو أشار سماحة السيد للمخطوطات خارج المنطقة، لأن هناك كثير من المخطوطات خارج إيران وخارج العراق. أنا أفهم أن هناك كثير من المخطوطات في الهند وفي بعض الدول الأوروبية، هل اطلع على مثل هذه المخطوطات الطبيعة؟ أنا سافرت كثير إلى أوروبا وصورنا كثير من الكتب من بريطانيا وإيطاليا وروسيا، بالإضافة إلى البلدان العربية أيضا، وحتى في سفرتين صورنا كثير من المخطوطات من النجف الأشرف في سفرة 900 نسخة وفي سفرة أخرى 230 نسخة للظاهر. على كل إن أنا سافرت كثير واطلعت كثير وذهبت إلى الهند وإلى باكستان أيضا، ولكنه المشكلة اللي عندنا أن بعض أصحاب الكتب أو المكتبات الكبيرة ما يعطون مجال حتى الإنسان يعمل كما ينبغي. ومن الطبيعي أنا عندما أسافر نأخذ أجهزة للتصوير، وأحسن الأجهزة التصويرية اللي استفدنا نحن من الكاميرات الديجيتال، لأنه الضوء لا يكون شديد والحرارة لا تكون شديدة،
والضغط على الكتاب ذا يصير. فأحسن وسيلة الكاميرات ديجيتال طبعاً من النوع الممتاز، وإعطاء الكتاب بعد التصوير إلى الكمبيوتر ومن بعدين إلى سيدي. والطريقة اللي عندنا في المركز أنه الطلبات تختلف، ربما يطلبون سيدي وربما يطلبون أوراق زيروكس حسب الطلب. هذا شيء موجود، والنسخ الموجودة عندنا طبعا من أحسن النسخ، يعني ربما نختار من المكتبة النسخ. الشيء المؤسف جدا في الهند وفي باكستان العشة بشكل عجيب في الهند خاصة، وعدم العناية بالمخطوطات. أنا دخلت في مدرسة كبيرة علمية دينية فيها طلاب كثيرين، أكثر من 150 طالب، هذول موفر عليهم لأنهم يبقون في المدرسة وسكن هناك، كل شهر تعرفون كم يكون المصروف على هؤلاء. رأيت عدة نسخ مخطوطة عندهم، ولكنه الأثر أثرت بحيث أنه ما يمكن الاستفادة من الكتاب، أصبح كل الأطراف نسخ. إحنا صورنا قلت لمدير المدرسة محافظ حديدية، محفظتين ثلاثة لكتبكم كافية. يقول عندنا إحنا ما عندنا رصيد لهالعمل، تلاحظون؟ طبعا في أوروبا وخاصة في بريطانيا المكتبات التي رأيتها مكتبة بريتيش ميوزيوم هي المكتبة الكبرى في بريطانيا، ومكتبة جامعة على كل حال أحد الجامعات الكبيرة أكسفورد، وهناك أقعدهم مكتبة خاصة مكتبة بادليان في الجامعة، هذول يحتفظون بالنسخ أحسن ما يكون، وكذلك رأيت في إيطاليا. ولكنه بعض الأحيان حتى في إيران ما يحتفظون بالنسخ كما ينبغي، وفي العراق بالمقدار اللي أنا مطلع على المكتبات أيضا ما يحتفظون حسب الأصول. ولكنه المكتبات الحديثة المؤسسة الحديثة طبعا لهم عناية ممتازة بالنسبة إلى المخطوطات والمطبوعات والفهرسة، وإن شاء الله سيكون تقدم في هذا العمل. دكتور محمد جواد. عفوا سيدنا الكريم، من خلال تجربتكم الطويلة العفو في التحقيق والبحث المخطوطات والفهرسة، وبطبيعة الحال كما نعلم وتفضل زيارتكم الكثيرة خاصة إلى أوروبا، فمن خلال زيارتكم ومن خلال هذا الاطلاع الواسع، هل يمكن أن تحدثونا عن ما طلعت عليه سواء في حياتكم العلمية أو ما وجدتموه في أوروبا مثلا عن مناهج التحقيق عند الأوروبيين سواء المستشرقين أو غيرهم؟ إحنا نعرف عنايتهم لأنه نريد أن نعرف من صاحب الخبرة لنعرفهم ما هو الفروق بين مناهج التحقيق المتخذة والمعروفة عندنا بالإضافة أو مقابلها ما يخص المحققين في أوروبا لنستفيد من ذلك. كلمة المحققين تسمح لي الدكتور، كلمة المحققين
تختلف في المعنى. المعنى المتبع المشهور المعروف الآن في عصرنا التحقيق في النسخ المخطوطة، يعني تقويم النص، تقويم نص الكتاب الذي يراد طبع، هذا الآن مشهور عندنا تحقيق به المعنى. الأوروبيين في طريقة التحقيق على شكلين، بعض الأوروبيين على الأكثر الفرنسيين هم يتخذون نسخة من النسخ المخطوطة للكتاب نسخة أم، ويطبعون المتن على نسخة الأم ولو كانت فيها أخطاء، بما فيها من الأخطاء، ثم يضعون في الهوامش الفروق والخلافات الموجودة في الألفاظ. هذه طريقة. الطريقة المتبعة في بريطانيا وألمانيا وأمثال دولة لا، تقريبا طريقة تلفيقية، يعني يقرأ الكتاب ويرى أن اللفظة الفلانية أصح، فهو يأخذ اللفظة الفلانية متنا ويضع الخلاف في الدف أو الخلافات في النسخ في الهامش. وأنا شخصا أستحسن الطريقة التلفيقية مع الإشارة إلى الفروق، مو من دون الإشارة. وأنا أجل معذرة إذا أطول عليكم، فمثال أمثل، أحد المحققين في طهران رحمة الله عليه، هذا كان يحقق كتاب من كتب الشيخ الصدوق عنده 4 نسخ، وهو عصبي المزاج إلى درجة، بالعصبية تحدث أنه هذه النسخ 3 كذا، وهذه النسخة فيها خطأ، الكلمة الفلانية خطأ. أنا استمعت، من بعد ما أكمل الحديث قلت له إذا إحنا نترجم هذه الكلمة بالشكل الفلاني تصح الكلمة الأولى اللي تعتبرها خطأ؟ قال إيه. قلت له فأنت واجبك أنه الفروق تخلي بالهامش حتى المراجع هو يحكم أنه خطأ أو لا خطأ، يعني فالباب تفتح. فإذا فروق يجب أنه إنسان يخلي، لكنه أيضا أعتقد أن الكتاب، أي كتاب، إذا أراد المحقق أن يحقق كتابا ما أو رسالة ما، ويجب أن يتتبع النسخ الموجودة ويأخذ نسختين أو 3 نسخ لا أكثر، ويجعلها بالعمل. لأنه بعض المحققين الآن في إيران عندنا يكثرون النسخ، تكثير النسخ يضيع على المراجع فرصة الاستفادة جهة وتشويش الموضوع. فإذا أنا عرفت على أنه نسختين أو 3 نسخ من هذا الكتاب أو هذه الرسالة الأصح، وطريقة معرفة النسخ الأصح شنو، هذه مهمة. أنا أعتقد على أنه صحيفة أو صحيفتي إنسان هو يقابل على النسخ المتوفرة عنده، عند المقارنة والمقابلة يعرف على أنه بصورة عامة هذه النسخة أصح وهذه النسخة غير صحيحة، لا يمكن الاعتماد عليها، هذه الجهة. والجهة الثانية المستنسخ. من هو المستنسخ؟
ربما المستنسخ عامي لأنه في تلك الأوقات ما كانت مطابع، فأشخاص محترفين كانوا يستنسخون الكتب وكحرفة ولا يعلم ما في الكتاب أصلا يستنسخ دون ما كان. وبعض المستنسخين هم علماء، عندما يستنسخون يعرفون أنه هالعبارة صحيحة أو غير صحيحة. فمن المستحسن بالمقدار الممكن معرفة شخصية المستنسخ اللي ناسخ الكتاب. هذه الطريقة اللي متبعة على الأكثر في عالمنا. سؤال آخر لو سمحتم، بالنسبة إلى المركز والمؤسسة المهمة للمخطوطات عندكم، يعني في اكتشافكم أو رأيكم أقدم نسخة مخطوطة من حيث النفاسة والقدم أو مثلاً في خط المؤلف اللي موجودة في المؤسسة؟ بالمركز هناك أقعدنا نسخ كثيرة مهمة، ولا يمكن الآن أن أتحدث عن النسخ الموجودة. الشيء المهم اللي عندنا كثير من النسخ مصححة من طريق العلماء، فيها بلاغات وفيها إجازات وتصحيحات على الهوامش وأمثال هذا. طبعا عندنا بعض النسخ نادرة أيضا، من جملة النسخ الممتازة نهج البلاغة عندنا من أوائل القرن الخامس، ومؤسسة اليونسكو أقرت على صحة هذه النسخة وقدمها وأهميتها، فأعطوا لوحة للمركز تقديرا للنسخة. وعندنا أيضا قطعة من المثنوي المولوي هي أقدم النسخ في إيران، وعندنا أيضا كتاب الاحتجاج للطبرسي أقدم نسخة بالمقدار اللي احنا متوصلين أقدم نسخة في العالم. وإن شاء الله المقرر على أنه نطبع نسخ ممتازة بشكل فاكسيميلة حسب المصطلح الإيراني، يعني هي النسخ أصلها تنطبع على ما هي عليها. فإن شاء الله إذا وافقنا هذه النسخ موجودة، وكثير من النسخ بالفهرس اللي أنا كاتب المخطوطات خاصة النسخ المهمة جعلت في الفهرس أيضا نماذج صحائف أو صحيفة صحيفتين هسه المهمة من حيث القدم أو من حيث الصحة أو من حيث الزخرفة، لأنه بعض النسخ هي ليست قديمة جدا ولكن من الجانب الزخرفي لها قيمتها. في الفهرس أنا مقيد، الفهرس اللي الآن مطبوع 11 مجلد منه، الثاني عشر هم مهيئ للطبوع، الثالث عشر أنا الآن جاي أشتغل. فهالنماذج نخلي حتى المراجع يعرف على أنه النسخة الممتازة من أي جهة ممتازة وكيف الامتياز. عفواً سيدي ما أريد أفكر عليكم. لا عفواً بالخدمة. لو تسمح لي أن بشكل وجيز جداً. بس دكتور خد ملاحظة. نعم. خلي أقول لك الأسئلة إذا تكون كثيرة يعني إحنا نوصل إلى وقت الغداء. والجماعة راح ما يغدونا، فإحنا راح نطلع منا أجواع. ما نوصل للوقت أفضل. لا أستفيد. العفو أنا بالخدمة أنا. عفواً سيدنا الكريم، وددت أن أذكر بحضوركم الكريم شيء أنتم في الواقع يعني بمقامكم العالي واهتمامكم بالتراث. هذا حسن ظن. عندكم إضافة نوعية ونحن محتاجين إليها، أود أن أشير إلى وهي كتابكم تراجم الرجال. لعل المتلقي يعني لا يعرف من هذا الكتاب إلا اسمه فيراه في نظره مثلا تراجم، وتعرفون كثير كتب التراجم والسير. وددت أن أقول شيء إذا سمحتم، أن كتابكم النفيس المهم
قيمته العلمية أنكم أضفتم إضافة نوعية من خلال اطلاعكم على المخطوطات وسجلتم ما ورد في هذه المخطوطات من أسماء وشخصيات كانوا إما أن استنسخوا أو أضافوا أو علقوا أو وضعوا لمسات مهمة جدا معرفية فترجمتم لهم، وكان كثير منهم إذا لم يكونوا كلهم هم من الغائبين عن ما يعرفه الآخرون في كتب التراجم والسير. إذن أنتم أحييتم حياة شخصيات مهمة في تاريخنا الإسلامي والعربي عموما في المجلدات الضخمة التي أنتم لا تزالون مستمرين في إخراجها وطبعها، وهذا له أهمية من هذه الناحية. يعني هناك ربما الكثير أو كلهم غير معروفين وغير ملون عنهم في كتب التراجم والسير. هذه الجانب وأود أن تكتب دراسة عنا في هذا الدور، أن يستفيد الإخوان الحضور أن حينما يطلعون على هذا الكتاب ويسمعون باسمه وعنوانه يرون هذه الرؤية، يعني يقرؤونه وقراءة أنه إضافة نوعية جديدة في تسجيل تاريخ الشخصيات والسير والتراجم. وأشكركم وأعتذر. حياك الله مولانا. الخط العام عندي حسب ادعائي، ربما أنا أخطأ في الادعاء، حسب ادعائي أنه ما أريد أكرر ما في الكتب الأخرى، وإنما أحب في أعمالي، أحب في أعمالي وأدعي كذلك، وربما الادعاء غير صحيح، أنه الإنسان يجب أن يملأ فراغ، هذا مهم أن يملأ فراغ، والإنسان يضع أمامه 10 كتب كذا، ينقل من هذا وينقل من هذاك، حتى من بعدين يقول أنا مؤلف كذا، ما له قيمة، أنا هيك أعتبر. فيجب أن يملأ الإنسان الفراغ، وبهذه النظرة أيضا ربما أنا أعمالي على هالأساس. وأما تراجم الرجال، المهم المواد الموجودة في تراجم الرجال لا توجد في كتب التراجم أصلاً، وإنما هي حسب المصطلح الآخوندي أشياء معلومات مصطادة اصطياد من التواقيع اللي على الكتب، الإجازات الصادرة، أو ربما كتاب جديد أجل فأقرأ الكتاب، صاحب الكتاب في أثناء يذكر على أنه أستاذ فلان في هذه المسألة يقول كذا، فأسجل أستاذ فلان، أو أنا تحدثت في الكتاب الفلاني كذا، أسجل هذا. بعض الأحيان التراجم كان في سطح واحد أو ربما أقل من سطح، ولكن التتبع وطول السنين أصبحت هذه الترجمة أكثر من صحيفة ونص أو صحيفتين. الطبعة الثالثة مطبوع الكتاب في 4 أجزاء، طبعا أنا إضافات عندي لأنه أعمالي كلها تضاف دائما، إذا طبعت الكتاب ما أترك المقروء نهائيا وإنما أضيف. ربما الآن إذا الكتاب ينطبع يكون ضعف 4 أجزاء، وبالإضافة إلى هذا الشيء اللي أنا بالأخير أختار نموذج من خط المترجم، حتى الخط النموذج الخط يوضع مع الترجمة، لأنه الإنسان في الصورة وفي نوعية الخط ربما يقرأ في الأشياء، المترجم ما يتمكن يرسم هالأشياء، فهو في ذهنه يتمكن يعرف. وإلى الآن أنا جامع لهالعمل، حتى الآن اللي أتحدث أكثر من 600 نموذج خط لتراجم الرجال، وإذا الله وفق لطبعه سيكون في شيء جديد في جديد.
أحسنت. شكرا جزيلا دكتور باسم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية قبل الاعتذار لسماحة السيد أحمد الحسيني سماحة فرقة الإسلام والمسلمين، كان من الواجب على هذه الكلية ممثلة بخادمها الصغير دكتور باسل جريو أن نكون في استقبال سماحة السيد في رحاب هذه الكلية، ولكن ظروف طاهرة اضطرتني للخروج والعودة مرة أخرى. كما أشكر الأخوان من رواد العتبة العلوية على إتاحة هذه الفرصة الجميلة، ونحن نستمع إلى هذه المعلومات العلمية الثروة التي أفادنا بها سماحة السيد. أسأل الله أن يطيل عمر سماحة السيد حجة الإسلام والمسلمين، وهو رمزاً رموز المعرفة في سماع عالم المخلوقات والفهارس، كما أرجو لكل الأخوة المخلصين المشتغلين في هذا الحقل السداد والتوفيق. فأقدم اعتذاري مرة أخرى، ونحن سعداء في هذه الكلية باستقبال سماحة السيد والفريق الذي بمعيته سماحة الشيوخ والسادة الأعزاء. وأقدم اعتذاري مرة أخرى، وأدعو العلي القدير أن يطيل عمر السيد بخير وعافية وسعادة وهناء إن شاء الله، وأن لا تكون هذه الزيارة هي الزيارة الأخيرة لهذا التشكيل أو المرفق العلمي. وشكرا جزيلا. حياك الله. شكرا جزيلا لسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الحسيني الأشتوري. وأكيد في هذا اليوم تعلمنا الشيء الكثير، وتعلمنا معلومات معرفية في مجال التحقيق والفارس، والفائدة الكبرى أننا التقينا وتحملنا حسب اصطلاح علماء الرواية هذه المعلومات، والتقى أبنائنا الطلبة مع هذا العالم الجليل، ولربما هو مصداق الرواية الشريفة النظر إلى وجه العالم عباده. فنحن نظرنا إلى وجهه النوراني وتعلمنا من معلوماته الثروة، ولكن ضيق الوقت والالتزامات لسماحة السيد والأخوة الحضور جعلنا أن ننهي هذه المحاضرة التي لم نشعر بوقتها من 10:15 يمكن أو 10:30 إلى 12:00 إلى 3:00. أكيد هذا يدل على اللحظات الجميلة التي قضيناها برفقة سماحة السيد. شكرا جزيلا لعمالة كلية التربية متمثلة بعميدها الأستاذ الدكتور باسل باقر على احتضان هذه الندوة العلمية، وشكرا جزيلا لإدارة العتبة العلوية المقدسة متمثلة بالأستاذ القاضي محمد جواد الطريحي، وشكرا أيضا أبناء العتبة العلوية المقدسة المتمثلة بشعبة أحياء التراث وشعبة المخلوقات، وشكرا لأساتذة كلية التنمية، وشكرا للطلاب الذين حضروا هذه المحاضرة القيمة، وبالتأكيد بعد سنوات عدة سيتذكرونها ويتذكرون هذا العلم الجليل. والشكر موصول لسماحة السيد أحمد الأشتوري وسماحة ملكه العلامة الفاضل السيد جعفر الأشتوري، وشكرا لكم وللقاء في محاضرات علمية مقبلة. بصورة عامة اللي قدمته اليوم بهذه المحاضرة، ما هي يعني الثمرات اللي قدمته؟ ولانا الندوة هذه لا بأس بها، وإن شاء الله تستمر بعد أكثر في فرص أخرى مع متخصصين في مجال المخطوطات والتحقيق والتأليف، ولكنه الندوة
القصيرة غير مثمرة الثمرية. يجب أن تكون الندوة مدتها أطول والفرصة تكون أكثر حتى إنسان يتمكن يتكلم أوسع. والجماعة اللي يحضرون في الندوة هم سؤال أكو عن نقد أكو عن كذا يكون إلى مجال. نعم. والمجال كان قصير. نعم. طيب موضوع الندوة بصورة مختصرة. موضوع الندوة عن التحقيق وطريقة المحققين في التحقيق وفهرسة المخطوطات وأهمية المخطوطات من الجانب الثقافي. اسم حضرتك سيدنا؟ شكرا لك سيدنا. سيد أحمد الحسيني. أنا على الكتب العربية دائما أكتب السيد أحمد الحسيني والسلام الشكوري ما فيه. شكرا لك. أهلا وسهلا. عهود الإخاء ومواثيق السماء أكبر من أن تنثر أمامكم وأعمق من أن تسطر قصيدا بليغا، وحبائل الوداد التي تشدنا للجنان أوثق إيمان يسكن فؤادي. أوصيكم بالدعوات للأمة، فمنكم نهضتها وعلى عواتقكم إعادة مجدها، وبكم بعد الله رفعتها.